الله الرحمن الرحيم. طيب هو جاب لي المساله دي ويقول لي ايه؟ ان اي او سي ده رايت انجل ترانجل بي اي بيربنديكولار تو اي سي، وعايز مني ايه؟ عايز مني اجيب لينث اوف بي اي واجيب اريا اوف ترانجل اي بي سي اللي هو ده. طيب انا هبدا، انا ممكن اشتغل على اساس ايه؟ على اساس الترانجل الكبير خالص ده اهو اللي هو اسمه اي او سي، بدل ما اقعد اتعب نفسي ببيثاغورس. واضح جدا ان ده 5 وده 10، ترانجل اي او سي ده طالما ده 5 وده 10 يبقى الانجل دي 30 ديجريز على طول، 30 ديجريز اللي هي دي. طيب دي 30 ديجريز، ده بيبقى 5 وده 10، الاوبوزيت تو 30 ايكوال هاف الهايبوثيس. طيب لو جيت بصيت في الترانجل الصغير اللي اسمه بي اي سي ده اللي انا فصلته بره اهو، اهو الترانجل الصغير اللي هو بي اي سي دي، طبعا الانجل دي 90 بي اي سي، انا لسه جايب الانجل سي اهي جايبها ب 30. طب ما السايد اللي هو بي اي ده برضو اوبوزيت لانجل 30، هيبقى نص الهايبوتنس. فين الهايبوتنس؟ الهايبوتنس اللي هو بي سي اللي هو ده. طب هو مديني ده ب 7، خلاص يبقى ده طوله 3.5 نص، يعني معنى كده ان البي اي ده طلع ب 3.5. طب ما ده اللي انا عاوزه، خلاص هو طالب مني بي اي، يبقى انا ممكن اقول له بقى ايه لو بروف؟ اقول له سينس ان، او ممكن اقول له ان ترانجل، احنا كده فهمناه بقى، امسح الكلام ده بس. هقول ايه بقى؟ ان ترانجل، الترانجل اللي انا شغال فيه، انا هشتغل في الترانجل الكبير خالص، اقول له ان ترانجل اي او سي اللي هو الكبير خالص سينس اي بي اي او ايكوال هاف اي سي، يبقى ذيرفور ميجر اوف انجل سي ايكوال 30، وبناء عليه على طول اقول له ان ترانجل بي اي دي سينس ان ميجر انجل سي ايكوال 30، وطبعا ميجر انجل بي اي سي اللي هي ده اهي 90، يبقى ذير فور برضو البي اي هيبقى ايكوال هاف الهايبوتنس اللي هو بي سي، يعني هيبقى ايكوال 3.5. خلاص كده جبنا له ايه؟ ممكن نقول على دي ريكوايرد فيرست، المطلوب الاول. تمام طيب نيجي نبص بقى بيقول لي ايه بعد كده؟ هات لي الاريا اوف ترانجل اي بي سي، المساله دي من موديل 2 في كتاب المدرسه. طيب بيقول لي هات لي اريا اوف ترانجل اي بي سي، ترانجل اي بي سي اهو البيس بتاعته 10 والهايت بتاعه اللي هو البي اي ده، ترانجل اللي هو الصغير ده البيس بتاعته هي 10 والهايت اللي هو ايه 3.5، يبقى انا هجيب الاريا بتاعته على طول، يبقى اريا اوف ترانجل اي بي سي ايكوال هاف تايمز البيز اللي هي 10 تايمز الهايت، طبعا البيز اللي هي تعتبر اي سي هكتبها برضه عشان اللي بيذاكر، تايمز الهايت اللي هو بي اي اهو، يبقى هاف تايمز البي اي الاي سي اللي هو ب 10 تايمز ده 3.5، انا ممكن احسبها هتديني كام؟ 17.5 سنتيمتر من ساعة. طبعا 17.5 ما انساش اكتب 17.5 اكتب سنتيمتر سكوير، وابقى انا كده خلصت ايه المسألة بتاعتي.